يشهد قطاع غزة ندرة في الاحتياجات الأساسية، وحتى إن وجدت فإنها لا تكفي. أثناء توزيع المساعدات في مدينة غزة، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في قصف وإطلاق النار، وأعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 20 فلسطينيا و150 مصابا نتيجة للقصف على الأهالي، وذلك أثناء انتظار استلام المساعدات. هذه أصوات إطلاق النار، وهذه هي المشاهد، هذه المشاهد لإطلاق النار على المواطنين أثناء استلامهم للمساعدات الإنسانية. على مفطرة الكويت في حي الزيتون، هذه أصوات إطلاق النار الآن.